عودة إلى قرارات مجلس الوزراء اليوم، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. أستاذ أكرم، يعني ما هي أهمية القرارات التي اتخذها المجلس اليوم في دعم الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة؟ يعني أعتقد القرارات فيها جزء حوافز وفيها جزء دعم واضح وحوافز للمشروعات الاستثمارية ومدد التأسيس والرخص الذهبية، وفي جزء مهم قوي بإلغاء الاعتقاد لجهة الدولة في الأنشطة الاستثمارية. معناها ده جزء مهم قوي من عدالة الفرص بالنسبة للقطاع الخاص والجهات الحكومية، يعني في مساواة هنا في الاعفاءات وحوافز مختلفة الحقيقة، بما فيها حتى رفع قيم الأحكام القضائية الخاصة ب يعني المحاكم الابتدائية من 100,000 ل 200,000، المحاكم من 15 مليون بدل من 10 مليون. الحقيقه دي كلها يعني جزء مهم قوي انه تحسين مناخ الاستثمار، لانه اصبح كل الاتجاهات والحوار الوطني وقرارات الرئيس كلها بتصب في هذا الامر، انه الدوله المصريه والفرص الاستثماريه الموجوده مع البنيه الاساسيه اصبح مهم جدا انه يتم ترجمه توجيهات الرئيس وقراراته الى قوانين تسهل وتحفز الاستثمارات المحليه والاجنبيه فيما يتعلق بالاعفاءات، فيما يتعلق بالحوافز، فيما يتعلق بالاسراع بالاجراءات والفرص، النظام المحاكم الاقتصاديه، المساواه بين القطاع الخاص واجهزه الدوله. ده مهم جدا زي ما احنا قلنا، لانه إذا الدولة بتساهم في ملكية ممكن يبقى فيها اعفاءات فتقلل من فرص القطاع الخاص أو يحس إنه مظلوم. النهاردة ده تم إسقاط هذه الفروق وسريان إنه قوانين الضرائب الرسوم، مفيش تمييز النهاردة بين الاستثمارات العامة والاستثمارات الخاصة. والاعفاءات الضريبية اللي كانت للبيئة حكومية اتلغت. فده جزء مهم قوي، أولاً جزء بيتعلق بال ما وقعت عليه مصر من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحاجات المختلفة، وكمان الإعفاءات على أنشطة الخدمات. فأصبح النهاردة في مساواة تامة بين الاستثمارات، فده جزء مهم قوي إنه الاستثمار الخاص أو الاستثمار الخارجي حاسس بمساواة وعدالة في توزيع هذا الأمر. نعم. الأمر الآخر كمان موضوع اتفضل محاكم مهم. اتفضل. أيوه يا فندم، اتفضل. موضوع المحاكم، رفع القيم اللي بتحكم فيها المحاكم او نقلها الى دوائر اعلى، ده جزء مهم برضه، لانه يعني المشروعات والمدد اللي هي بيتم فيها اشهار الشركات او المنشات لاقامه المشروعات الاستثماريه اصبح النهارده موجود بنفس الطريقه. موضوع الرخصه الذهبيه، وده موجود في الماده 20 من قانون الاستثمار، واحنا عارفين انه في المعرض الصناعي منذ شهور الرئيس قرر انه يتم منح كل اللي يتقدموا الرخص الذهبيه. والرخص الذهبيه تعني ايه؟ دمج كثير، يعني دمج الاجراءات وتسهيلها بشكل كبير، وانه ملكيه الارض، حق الاندفاع، كل هذه الامور بتسري عليها القواعد الرخصه الذهبيه فيما يتعلق بتسريع اجراءات الاستثمار وغيره، وانه كمان التوسع في مشروعات اللي هي المناطق الاستثماريه الحره. المناطق الاستثماريه الحره دي بيبقى لها شروط خاصه فيما يتعلق بالذات في المشروعات المنتجات المحليه، ده بيبقى في نوع من التسهيلات فيما يتعلق بالدعم والتمويل وغيره في مجالات البترول والاسمده والحديد والصلب والغاز الطبيعي، اللي هي الانشطه اللي الدوله بتدعم التوجه فيها بشكل كبير، ومعالجه تشريعيه لمساله خروج المخلفات الخطره من المناطق الحره الى داخل البلاد بقصد التخلص منها واعاده تدويرها. ده برضه جزء مهم مرتبط بالبيئه واحكام قوانين البيئه اللي بتفرض نوع معين من الاجراءات الاحترازيه. فاعتقد انه يعني في هذا الامر القرارات ترجمه لاتجاه الدوله حفز الاستثمار والمساواه بين الاستثمار العام وتحفز أيضا على مزيد من الاستثمارات. الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.